العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم هو سنته. مع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيما معناه أن إذا أن الحاكم أخذ جلد ظهرك وأخذ مالك، وما حدث في الشعوب الآن يعني. إيه، هو طبعا فرق بين أن يتسلط الحاكم على شخص معين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صحيح مسلم اسمع واطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، لا يتكلم عن لو أن الحاكم تسلط على شخص معين بينه وبينه مشكلة، ولا الحاكم رجل مضبوط لكن جاء وتسلط على شخص وجلد ظهره وأخذ ماله، يقال لهذا الشخص لا تقم تدعو إلى إسقاط هذا الحاكم أو تقوم أمامه بسلاحك، لأن المفسدة التي ستترتب على خروجك عليه أعظم من مفسدة أنه ضربك. شوف لك أي طريق آخر طلع فلوسك منه. لكن الكلام لو أن الحاكم منع الشعب كله مثل ذلك، لذلك شوف لما تثور الشعوب بعدين يجي الحاكم ويقول يلا زودنا رواتبكم 20%. طيب 20% هذه من وين أتيت بها؟ ما أنت أشغلتنا من زمان تقول اقتصادنا ضعيف ما عندنا موارد، كيف طلعت 20%؟ ما شاء الله هذه في لمحة عين جاءك، نبتت من الأرض أو نزلت من السماء، دليل أنها أصلا كانت موجودة. ثم إذا نظرت في ثرواتهم هؤلاء يعني الذين سلبوا أموال الناس تجدها بالمليارات يا أخي، والعجيب أنها ليست مليارات في بنوك البلد يستفيد منها الناس، لا مليارات تستفيد منها سويسرا وبريطانيا وأمريكا وكندا وغيرها، والمساكين هؤلاء. يقول حفظكم الله: ما رأيكم في من يقول إن حديث اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك إنما ينطبق إذا كان الحاكم أصله عادلا ثم تسلط على فرد معين؟ أما هذا كلام من عنده، هذا أنا سمعته، هذا كلام من عنده، ما هو يفسر كلام الرسول بهذا الشيء، هذا كلام من عنده، هذا صاحب هوى يريد يفسر كلام الرسول على هواه وعلى طلبه، ما يجوز هذا، هذا قول، هذا يقول على الرسول ما لم يقل عليه الصلاة والسلام، هذا خطر عظيم. نعم.